لهيب الأسعار في الأسواق الجزائرية شمل كل شيء، خضر وفواكه ومنتجات عديدة آخرها البيض. هذه المادة واسعة الاستهلاك لدى الجزائريين، حيث ارتفع سعرها بنسبة فقط 60% ليصل إلى 15 دينارا للبيضة الواحدة و400 دينار بالنسبة للصفيحة، بعدما كان ب 250 دينارا قبل أسابيع قليلة. البيض كان بلاطو 30,000 40,000، كل شيء اختي راهي النار تقضي، ما نكذبش عليك. الله يهديهم، هذا ما نقول لك يا بنتي، الله يهديهم. كاين زباب ولا ما يقدروش مساكين، وعلى يشوفوا غلا هذوك اللي عندهم وهذوك اللي ما عندهمش. كاين اللي عنده 10 دراري مسكين، كاين اللي ما يلحقش الشهريه تاعو، ما تلحقش مسكين. واش دير 200 ما عمرش ما القفه. البيض باسكو يستوكي واحد داخل الفريكو، بعد كي يلحق المناسبه يخرجوا يبيعوا كيما يحبوا. البيض عندهم وين يخبيو، عندهم وين يخبيو، هذوك واحد كيفاش يبيع؟ كاين يبيع بريميم، كاين اللي يشري بريميم ما ينقص له، كاين يشري دوزيام، كيما نقول لك الرقابه ما كاش. هذا الارتفاع يبرره التجار بمحدودية العرض والارتفاع في درجة الحرارة بحكم أن مادة البيض سريعة التلف، وبالتالي يضطر المنتجون إلى تقليص إنتاجهم، وأمام تزايد الطلب يرتفع السعر حسب معادلة السوق. البيض البارح كان 900 و800، ما عندهاش 20 يوم كان 900 و800، دوك رجع 1500 الحبة. انت كي تدخل للدار، هذا انسان مسكين ما عندوش، كي يدخل للدار يلقى بطاطا ما كاش، تاع 6500 يلقى قرعه ما كاش، زروديه ما كاش، تاع 25 وشلاضه ما كاش، يروح الحبه بيض يحل في الفريجيدا ما يلقاش البيض. يعني المشكل الرئيسي لارتفاع اسعار البيض في الاسابيع الاخيره او في الايام الاخيره يرجع الى الخلل الكبير بين العرض والطلب. معلوم ان الانتاج نتاعنا في انتاج البيض في الجزائر يعني ممكن يغطي بين 60-70% من حاجة السوق الوطنية. الباقي العجز هذا نتاع 30% هو اللي يؤدي احيانا الى اضطراب في الاسعار وارتفاع في الاسعار. منذ 10 ايام كانت البيضة الواحدة هي 10 دنانير فقط، بين 10 دنانير و 11 دينار. اليوم متوسط سعر البيضة المتوسط الوطني اليوم راه بين 14 دينار و 15 دينار. بل جاتنا اصداء في بعض المناطق حتى 16 دينار للحبة الواحدة. تزايد في الأسعار يقابله شكاوى من المواطنين وتبريرات من التجار، هكذا هي حال السوق هذه الأيام مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.